عندما يضطهد الأجنبي فاعلم أنه سار عكس الرياح. طالما تقسم أرضنا رزقها سواء على مواطنيها أو الغرب، ومن شيم العرب ابتغاء الخير لأي مكان به نزلت، ويبقى ما حدث في بنغازي خير مثال على انعدام الشيم والعادات. عقيدة ضالة أودت بحياة الكثيرين من الأغراب عن الوطن، يركضون خلف خيوط السراب، هيئ لهم سفك الدماء وامتشاق الرؤوس، أعمال سيرتقون بها عند الله وبالناس إلى الحضارة. هيمنت تلك الأجسام الفارقة على المدينة التي تفيض أشرافا، وباتوا فيها هم أهل القرار، إلى أن طلع عليهم فجر مصحوب بالفقاعة. تطاولت مدة الحرب، لكن قطعت قرونهم في بنغازي، فمنهم من أسر ومنهم من سيلقى عذاب السعير. تكاثر الأجانب بأعداد هربت من بنغازي، إضافة إلى من في درنا، كي يعينوا إخوان الطائفة الجائرة هناك. تواصل الجيش في هجماته الشديدة دكا في حفر العدا، فمات البعض وأسر البعض، وفر من تبقى إلى طرابلس. طرابلس التي أضحت وكرا للترك والسوريين يريدون إحقاق الحق هنا، وأوطانهم فاضت كؤوسها باطلا، ولا زال الأبطال يجاهدون لدحض الباطل وإسدال الحق المنجلي عن البقعة الملوثة المستوطنة من قبل الغزاة والخونة، وتمهيد طريق واضح للوطن يمشي على دربه الأجانب والمواطنون سواسية لا يظلمون حقا. على من في طرابلس ويريد الرجوع عما فعل، فنحن نضمن لك السلامة. وعلى كل من يحمل السلاح في وجه القوات المسلحة العربية الليبية لغاية مجهولة، إما أن يؤسر وإما أن يفنى، أو نفنى نحن فداء للوطن الحبيب.